أسفرت عملية الرقابة مع رفقة مصالح الدرك على حجز كميات معتبرة من مختلف المواد الغذائية واللحوم الحمراء، كما وهذا على وهذه عملية الرقابة تمت على العديد من مختلف البلديات، وهذا البرنامج هو برنامج مستمر خلال فترة شهر رمضان. تطبيقا للتدابير الصحية الوقائية متخذة من طرف السلطات العليا للبلاد في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا الجديد كوفيد-19 والحفاظ على الصحة والقدرة الشرائية للمواطن، تواصل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة بالتنسيق مع أعوان الرقابة لمديرية التجارة ومديرية الصحة برمجة خرجات ميدانية للوقوف على مدى تطبيق هذه التدابير.